طبعا هذا كله خذه كله حطه على جنب، نبغى نتكلم عن الاعلام. الفترة اللي راحت كان في فرز واضح، وكلمتكم عن هذا الموضوع حق الاعلام في الموسم الماضي نهايته. عطنا مقطع ذيبان، احنا مجهزين، عطنا اياه عن الاعلامي اللي ما يرمش، عطنا اياه. وطبعا في اعلاميين ولا يرمش ولا يتغير لون وجهه ولا يعرق وجهه، يعني عادي يطلع امس يقول كلام، يطلع ثاني يوم يجحد الكلام اللي امس، وتطالع في وجهه كذا تتامل ثبات انفعالي غير طبيعي، يعني احسن من احسن راس حربه بشوت بلنتي في دقيقه 90، هدوء ويطلع يتكلم ولا كان امس الناس شرق وهو غرب، عادي عادي، الحياه لطيفه ويخش في عينك. مين هذول الاعلاميين اللي يكتب لك كذا؟ تعرف هذول حقين تويتر اللي يقول لك كذا ويقول لك كذا، مين عرفتهم ذولي؟ والله العظيم ضحكوا على الجمهور. يعني من يوم بدات قضيه كنو والنصر والهلال وقضيه حمد الله والنصر والاتحاد، كنا احنا نتكلم نقول يا جماعه لا تطلقون الاحكام، خلينا نشوف ايش بيصير في القضايا. في ناس ماخذينها، خذ الجمهور، خذ الاعلام واصدم بهم في جدار، وبعدين تطلع ثاني يوم ولا يستحي ولا يخجل ولا عنده اي مشاكل، يمكن ولا بعد يمكن يتمادى وينظر عليك، ممكن يقول لك كيف يشتغل الاعلام. احنا متقبلين وجود هذولي ومتقبلين الناس اللي تصفق لهم، قلنا لكم انتم خليكم مع بعض بس لا تشغلونا بحياتنا احنا، لا تشغلونا وتزعجونا وتصدعون راسنا. من اول كنا نقول هذول الناس يستمروا يتكلمون براحتهم واحنا ما نبغى نتكلم، لا الحين بنقعد نوقف عند كل واحد ونقول ذا غلط وذا غلط وانت صح وانت معانا وانت ضدنا، كذا حنتكلم، حنبدا نشتغل كذا في الفرز اللي قاعد يصير. في ناس من الجمهور نضحك عليها، نضحك عليها باعلام والله ما يستحي، والله العظيم في ناس ما تستحي، عادي جدا انه يطلع يطلق احكام ويكذب والحياه جميله. هذا المحرج وهذا المؤلم وهذا اللي يقهرك ويزعلك على وضع الاعلام، ليش؟ لانه الناس تبدا تنظر لكل الاعلام الرياضي بنظره مش كويسه عشان هالفئه. ايش ذنبنا احنا طيب؟ بس